نرجع مره تانية لمطبخنا. صديقتنا خديجه لطفي موجوده معانا النهارده، والنهارده هي عامله لنا اكله مغربيه، والبلح طلع بلح يا منى. ايه طلع بلح يا منى؟ شفتي بلح مش بلح بحر. عموما منورانا يا خديجه، اهلا بيكي. انا سعيده ان انا معاكم النهارده. اهلا نورتينا. وضيفه في البرنامج بتاعكم، يا رب ان الاكل بتاعي يعجب المشاهدين ان شاء الله. انت الفراخ الاول فراخ مغربيه؟ فراخ بالطريقه المغربيه بالقراصيا واللوز، وهي بتبقى مسكره شويه. طب انت ليكي حد في المغرب ولا لا خالص؟ بس انا بعشق الاكل المغربي والاكلات الغريبه عامه، سويت اند ساور كده جميله. بالظبط. فدايما احب اعمل الحاجه. المقادير: صدور فراخ يعني كيلو مثلا صدور فراخ، ومعاه ملح وفلفل وكركم وبصل وعيدان قرفه وشويه زيت وشويه ميه، ده للطبيخ. بعد كده بنعمل الصوص بتاعته، عباره عن قراصيا بسكر بزبده بقرفه بهار مشكل سمسم. وفي الاخر خالص مع الزواج بنحط اللوز والسمسم. طب حلو، هنبتدي بقى ازاي؟ زي ما انت عايزه. هنبتدي بقى هنعمل هحط هنا اهو الزيت الاول. هقلب كله على اوكي. الزيت يعني نص كوبايه زيت. أوكي. زيت ذره. اوكي. وهنحط فيها البصل. بصل. والبصل يتشوح كده هو على النار لحد ما ياخد لون يعني خفيف، ما تتبلش قوي. أوكي. يصفر، ولما يصفر هنحط الفراخ. فهنديله بس شوية وقت كده، ممكن في الوقت بتاعه ابتدي اعمل الصوص. اوكي. فالصوص بقى هحط السكر برضو، ده محتاج. ممكن نحط السكر هنا. اوكي. هنا هنعمل البلح والقراصيا. اوكي. والزبده، بس مش هاخد كل الزبده دي. والبلح اليومين دول حلو قوي كمان. بالظبط. لا، وانا بنصح كمان يعني ست البيت لما يبتدي موسم البلح تشتري منه، لان هو الموسم بتاعه قصير. فعلا. وتحطه في الفريزر وتستعمله بقى طول السنه ونضخم بقى. بالظبط. نعيش بقى. كل شويه بقى تطلع منه. منى كانت فاكراه اصلا بلح يا منى. اصل انا يعني شكل الصوره والبلحه مفتوحه زي الجندوفلي والحاجات بتاعت بلح البحر. منى لما تبقى جعانه. احنا حطينا بقى كله مع بعض اهو. السكر والقراصيا وزبده والقرفه الناعمه. ايه، وهنحط شويه ميه. حلوه الريحه. طبعا سعرات حراريه، ما فيش تهديد. طب والبهارات عباره عن ايه يا خديجه؟ البهارات بهارات مشكله وكركم، لان هو الكركم هو اللي هيدي اللون المصفر شويه للفراخ. جميل قوي. ده الصوص العادي اللي هحطه على الفراخ لما ده بقى للزينه. واحنا بنعمله بالسكر، ممكن طبعا بالعسل كمان. بس يعني يفضل ما يبقاش عسل فيه فليفر، يعني ما يبقاش عسل مثلا بيبقى موالح. ليه ريحه بالظبط، هيدي ريحه برتقال. لا، يفضل يبقى مثلا عسل برسيم اللي هو ملوش ابدا بالظبط ريحه خالص. عشان بس اللي هتستعمل العسل تخلي بالها ان العسل بيعقد اسرع من نحط بقى الفراخ. ايه رايك الفراخ اهي؟ انا كده دبل شويه. صح. انت الفراخ من غير بقى ما تتبليها؟ لا، ما بتبلهاش خالص، لان هي بقى هتاخد التتبيله بتاعتها على النار. على النار مع الحاجه كلها. اوكي. اوكي تمام. وهنحط بقى العيدان القرفه. هنحط الكركم. وهم بيعملوها المغربي قطع لحمه شرايح كده والفراخ، ولا بتبقى مكعبات؟ والله ممكن هم كمان بيعملوها بالفراخ حتت بحالها يعني، او بحالها بعد او بتتعمل باللحمه يعني. بس لحمه لازم تبقى قطع لحمه يعني هوبر لحمه كده. الطاجين بقى الجميل. بالظبط. اكلهم حلو فعلا. قوي. انا احب بقى الاكل يا خرابي يعني بالليمون العصم عصفر ده. بالزبط. كمان بيبقى غير طبيعي الاكل المغربي. تحياتنا لكل اصدقائنا. احنا على فكره فعلا عندنا نسبه مشاهده كبيره جدا في المغرب وفي السودان. طب يا رب بقى. بنشكر كل اصدقائنا بيتفرجوا علينا وبيجي لنا مسجز، فاحنا بنحييكم طبعا. يا رب. وبنحب اكلكم. بنحيي اهل تونس طبعا. ربنا يعني ربنا معاهم على خير يا رب من الظروف اللي هم بيمروا. حبهم الرهيب للمصريين، احنا كمان بنحبكم قوي قوي قوي. فالصوص اهي، وهي لازم تغلي عشان تبقى زي كراميل شويه. وانا بقى دي تتشوح معايا ولا احط ميه ولا احط اي حاجه؟ لا، بعد ما الفراخ تتحمر وتاخد لون هنحط طبعا ميه عشان تستوي. تستوي بس هي كده خلاص. كده تستوي. اقوم انا مطلعه الصوص عملته اقوم حطاه عليه. بالظبط. وتزين بقى السمسم وال طب. انا ممكن اتابع لك في الموضوع ده. اعمل نعمل البلح. خدي بقى قولي مقادير البلح. خلاص. البلح عباره عن كيلو بلح رملي.
زبده قد يعني نص قالب، قرفه، فانيليا، وسكر، وكريمه، كريمه اللي هي الحلوه اللي بتستعمل في الحلويات يعني. بالظبط، ويبينج كريم. ويبينج كريم. طيب هتعمليها ازاي بقى؟ ما فيش، سهله جدا. اوان دي بتتعمل في يعني ربع ساعه. ادي البلح. زمان كنا نحب قوي سندوتشات البلح واحنا رايحين البلح. طبعا مره في الزبده هنحط عليه الزبده. حضرتك انت الحاجات دي مفيده؟ طبعا. وبعدين بنقلب بقى البلح في الزبده كده اهو. ده انطباع، احساس بالمدرسه مختلف ورائع. احساس الصبح والبلح بالزبده يعني ما عملوش غير المصريين. الكالوريز بقى والجيلو يعني السكر لا يعني بجد احنا كمصريين بجد احنا متميزين قوي 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 في موضوع الاكل. بلح وزبده وايه تاني؟ فانيليا. حطيت فانيليا، باكو فانيليا وشويه قرفه على حسب بقى كل واحد بيحب القرفه قد ايه. انا دي افضل دلوقتي كده وبعدين خلاص 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 لان كده يعني احنا كدا هنحط فيها كده اول ما الفراخ بتستوي. بالظبط. اقوم انا اصبق الصوص ده وحط عليه اللوز الميه. وادي الشكل النهائي والسمسم. الصوره مع حضراتكم ده الشكل الصوص النهائي. بتاعها لونه حلو قوي كمان. تسلم ايديك يا خديجه. انت دلوقتي حطيتي انا والشيف حطيت الزبده والبلح والقرفه والفانيليا وشويه سكر صغيرين. خلاص دي انتهت كده اهو. كده خلصت. بتقدميه مع ايه بقى؟ توست مثلا ولا بسكوت؟ ممكن ايس كريم. ايس كريم يتاكل كده. ايس كريم فانيليا. ممكن اعمل حاجه ثانيه خديجه. ممكن احط على تحته بسكوت. البسكوت والله ممكن يعني كل واحد يخترع يعني فاهمه ان هي تبقى تارت ممكن او زي تشيز كيك كده. ممكن او انا بقى يعني بقلب من ناحيه. لا ممكن. ماما بيتعمل تارت البلح ده جميل والناس بتحبه قوي كمان. بعدين بقى بنحط الكريم على الوش. كريم ده بالظبط كده. وياخد جراتان في الفرن. وياخد بقى ايه شويه سكر كمان. طبعاً. كمان دي حاجه بسيطه كده خالص عشان لما هيخش الفرن لما هندخله الفرن يتحمر. يعني احنا عايزين ان وشه يبقى زي كده. خد بالنا لان السكر بيتحرق بسرعه. طلعي بقى من تحت كده حطيه. طلعي اللي انت عاملاه قبل كده اهو. انا بحمر لكم الفراخ بس عايزه اوريكم الطريقه بتتعمل ازاي. احنا كده مع مع الاكله كده خلاص كده بقى هنزود كده انا عملها هايله. بالظبط. اوكي كده ازود ميه. هنزود ميه يعني حتى الفراخ اخدت. يعني انت بهاراتك هنا يا خديجه حطيتي كركم. حطيت كركم، معلقه كركم، وملح وفلفل. البهارات بقى اللي هي مجموعه الميكس دي الخلطه وبس. هو كده اهو. كده وانا هتستوي. لما بقى تستوي هنغطيها. تتشرب الميه شويه بقى انت حطي عليها تقدميها. وبعدين بناخد شويه من الصوص بتاعه الفراخ دي على الصوص بتاعه القراصية عشان يعني نزودها شويه تديكي تبقى جوسي كده وتديكي. بالظبط. وبعدين بنحطها بقى على الفراخ في الاخر خالص ونزينها والسمسم اكتر حاجه. لوز محمر طبعا في شويه زبده. طب انا البلح ايه اضيف له حاجه ثانيه لو انا عندي عزومه؟ لو يعني عايزه تاكليه ساقع ممكن يتاكل ساقع كمان. يعني مش هنحط بقى الزبده، هنشيل الزبده، هنعمل بس البلح على النار زي ما عملناه بالفانيليا وشويه سكر. كفايه قوي بلاش زبده. بالظبط. وهنحطه بمرنج. ايوه حلو قوي. على مرنج وكريم شانتيه عليه وكده وادخله في الثلاجه ويطلع في الثلاجه. لا مش فرن بقى، ده هيتاخد ساقع ما يتحطش في الفرن. اللي في الفرن هو زي ده اللي بياخد لازم يبقى سخن يتقدم سخن. ده يتقدم سخن. طب ايه تاني انا لو انا بنفس الـ الـ التركيبه بتاعه الـ 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 الخلطه دي مش فراخ ممكن يمشي مع سي فود؟ لا سي فود لا. ليه بقى؟ لا سي فود القراصية مع ال يعني ما السمك مع المسكر ما بيبقاش قوي يعني التشاينيز كيتشن. يعني المطبخ الصيني يحب الجمبري بالسويت اند ساور. بالظبط بيبقى حلو قوي. بس ده هيبقى فيه اصل بهارات قرفه و لا ما يتحطش يعني بيقدموا جنبه حاجه رز معين ولا حاجه ولا بيتاكل بايه؟ هم يعني. انا لو المغرب بياكلوا كسكسي كتير كسكسي. يعني الكسكسي اكلتهم الكسكسي اكتر من الرز فممكن يبقى كسكسي زياده. أيوة. جميل. وجنبيه الفراخ بالقراصي. طيب حاجه تانية بس سؤال مهم برضو ليه احنا المكونات دي مغربي بس انا معلوماتي بالمغرب برضو ان هما بيتعاملوا مع الليمون المعصفر. ده بقى وصفه تانية. دي حاجه تانية. دي حاجه تانية. ممكن يعني نعمله فعلا. دي بقى الليمون المعصفر ممكن بزيتون اخضر بس مش مع الاكله دي. المرقد بيسموه المرقد. حتى هو الليمون ده بيسموه المرقد. فهي لا مش مع الوصفه دي. لا طبعا مش مع الوصفه دي ممكن يتحط بقى بدل القراصيه مشمش ناشف وتين
واعمله بيكمل القيمه الغذائيه بتاعت الاكله. مشمش وتين ويبقى لو انا حطيت مشمش وتين ممكن استعمل معاه ليمون معصفر ولا برضو لا؟ لا يعني انا ممكن لو اللي ما بحبش قراصيا يبقى عندهم مشمش وتين بالظبط. خديجه بتحضري ايه للكريسماس بقى عشان برضو الناس اللي عندها احتفالات وكده ايه الكريسماس بقى؟ طبعا الديك الرومي ده يعني بتاع الكريسماس ده اهم حاجه، وبيبقى فيه بقى الكريسماس بسكوت الكريسماس الكوكيز. اوعدينا تيجي تعمل لنا حاجه بقى ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا خديجه، ميرسي جدا. منى بشكرك حبيبتي، وهابي ويكند. احنا ويكند خميس وجمعه، هنلتقي بيكم يوم السبت. استعدوا لمجموعه من الحلقات برضو الجديده جدا والمختلفه في ستات مع فوشيك ده.